وش اسمه؟ لأن كلام تركي ما راح يطلع باليوتيوب. حرام عليك يا طلال. بين يا بعد يا والله انك اسطوري. طيب هذا السلك ها؟ ليش السلك ذا؟ دقيقة 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 قبل ما تبدا الحلقة خلونا نشرح السلسلة بشكل مبسط وسريع. السلسلة هي اسمها تحدي الجمهور زي ما هو موضح بالعنوان. يا جماعة الخير السلسلة هذه منكم وإليكم، أنتم اللي بتكتبون الأفكار وحنا اللي بنطبق الأفكار، نبي نستضيفكم إن شاء الله ونستمتع ونلعب وننبسط. نظام السلسلة أو نظام التحديات كله من أفكاركم، كله بناخذ من أفكاركم، لكن أول حلقة حنا جبنا التحديات والأسئلة وكل شيء بس عشان نعطيكم نموذج أو فكرة عامة عن السلسلة وشلون راح تكون. لكن من الحلقة الجاية الحين اكتبوا بالتعليقات كل أفكاركم، راح نقرأ كل التعليقات إن شاء الله. نبي نسوي بنعطيكم قلوب ونبي نثبت التعليق اللي اكثر شيء ياخذ لايكات اللي هو الفكره القادمه. فمثلا واحد كتب الفكره الجايه واخذ تعليقات كثيره، راح نثبت التعليق وناخذ فكرته بالحلقه الجايه، وهكذا كل الحلقات بتصير بهالفكره. هذا الحلقه الاولى من السلسله، فيا جماعه الخير اي تداخل بالصوت، مشاكل صوت صوره كل شيء، مشوا الوضع، تونا اول حلقه، تونا قايلين بسم الله. فإن شاء الله مع الوقت نتطور ونكون أفضل وأفضل بإذن الله. حلقة اليوتيوب بتكون بشكل مبسط، يعني تبي تشوفون الأشياء، مو كل الأشياء اللي صارت بالبث، الأشياء اللي صارت بالبث كلهم والكواليس والخربيط اللي سويناهن تلقون تحت مربع الوصفة، بحط لكم رابط البث، ادخلوا شوفوا البث كامل. فاللي بيحضر البث راح يتم استضافته، نلعب معه ونستانس ونسولف ونضحك وكل شيء بعيد عن الرسميات. اي ضيف بيجي ترى ما في رسميات، نبي نسولف نضحك ويجلدنا ونجلده بهالكلام. راح نعلن اي بث نسويه او اي حلقه جديده بنسويها ان شاء الله من تحدي الجمهور، راح نعلنه بتويتر حق القناه اللي هو هذا تويتر القناه موجود هنا، راح نعلن عنه. وبس ما اطول عليكم وابدا الحلقه يا ريس. طبعا يا جماعه في واحد من الطاقم راح يجيكم بعد شوي، لكن بيطلع معاكم بس صوت مش صوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هلا وسهلا منور. يا اهلا وسهلا بالجميع. مو معقول والله، لا ارسل له انا خاص، الله يكسر قرنك يا انس. مو معقول قسم بالله انا ارسل فيك. شت عنيف الرفائر يا هون. والله حياك الله ازرد منور يا بعدي. نورك حبيبي. هلا والله. هلا 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 بزين. ليه 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 مستحي منا؟ وسهلا. شفت بتستحي ترى من جلدك. ايه من الحين دوم من اول محاولة. ايه عادي حل. جاسم جاسم انت حظك استغفر الله العظيم، ما ابغى اتكلم عنه. جاسم ما انت بطالع، تكتب لي 4-5 ما انت بطالع، وبيطلع باليوتيوب انك ما انت بطالع. شيف رازرد او ابو العبد تبي تطلع كام ولا ما ودك تطلع كام؟ ما عندي مشكله شغل. خلاص رش اطلع كام وبيخفي الرشود ثانيتين بعدين بيشيل. اخيرا منور منور. شنو ودك تلعب؟ في عندنا لعبتين، في عندنا كلمتين، في عندنا الجني الازرق. يلا الجني الازرق. الجني الازرق يا دقيقه، من ودك تلعب؟ من ودك تلعب معه بالجني؟ مين تبي تلعب مع الجني الازرق؟ هلا والله حق سعود على اسم الوالد. يلا طيب يلا استعد للضحك. راح تختار شخصيه ابو عابد وهو راح يسالك اسئله. ايه لين ما يوصل للاجابه الصحيحه. ماذا مختار ناروتو؟ بقعد يسالك عن الشخصيه وكذا، العمل العمل فلان عمل فلاني، لين ما يوصل يصير شخصيته. اوكي اخترت انا. يلا يا سعود ابدا معاه. يلا طيب. واحد اثنين ثلاثة بديت التايمر. بسم الله. هو من عالم الانمي؟ اي اكيد. طيب ممتاز. هو لاعب من انمي يعني. لا. طيب الشخصية هذه هل لون شعرها اسود؟ لا. جيب. الشخصية ذكر؟ ايه. مرت 20 ثانية يا سعود. الانمي هذا مشهور ولا مهم؟ مشهور حيل. مشهور حيل. طيب هو اتاك من اتاك من تايتن؟ لا. طيب هو من انمي كينجدوم؟ لا. سعود بقى 20 ثانية. والله لو لا. والله لو من يوم اللي فوق. طيب كيميتسو يايبا؟ ايوه كيميتسو. أيوة. تانجيرو؟ لا. يلا خمس ثواني.
هاشيرا الماء؟ لا. موزا؟ لا. شعره مأسود. شعره مأسود. لا رينجكو. رينجكو شعره أصفر. لا أنا قصدي زينتسو. زينتسو. رجل. يلا يلا خاسر معنا يا تسجلوا بالسلسلة أول خاسر سعود أخف نفسك طيب تعال مغيمة رود سعود سعود يلا تفضل يا زعزع طيب أنا أوصف لك شخصية وأنت تقول لي وش هي أوكي لك طليار محاولة بس أنا ما عندك إلا كلمتين هو يعطيك إياها أنا بقي لك الانمي زين بس أبغى أوصف لك الشخصية يعني أوكي من يعني من أنميات الشونن جميل والكبيرة والقوية حلو طيب. واضح الضوء بيض دب وخبيث تيج لا أول واحد ضربنا في مثال لا جلاتوني مال في المتل لا أنا كل شخصيات اختفت طيب بعطيك بعطيك إذا من أفضل أفضل إني عندي تومبو فهمت يعطيك العافية أبو عابد ونورتنا والله شرفنا وجودك وسمع صوتك ومشاركتك نورتنا يا عابد نورتنا إن شاء الله تكون في السلسلة تطول إن شاء الله بإذن الله وبهذه الأثناء ننتظر الزبون لا وش اسمه كلام تركي ما راح يطلع باليوتيوب انا قلت الزبون احسن لا لا بيطلع صوت اسمع بيطلع صوت ايه بس يا جماعه ايوه طلول طلال السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته دخولك جميل وكل شيء جميل المهم يا طلال حبيبنا شنو حاب تلعب اي لعبه شوف عشان اكون صريح معك انا دخلت البث يمكن دقيقتين كتبت 4 7 وفزت انا خلاص تحدثت ما شاء الله طيب ناخذ الكلمتين يلا من تبدا حلو راشد يلا رشيد الله يلا يا رشيد طيب انا راشد شد حيلك يلا انا بختار لك واقول لك شخصيه قويه متحديه يلا بعطيك بعد بسهل لك الموضوع من انميك المفضل ناروتو لا مش متحدي انا والله متحدية والله كثير يا اخي اغلب يخي. اللي طلال الباب مفتوح عندي لا الباب مفتوح الباب انفتح باب والله ما تبعت ناروتو عرفته بيتنا في 7 بيبان يلا لا بس انا فاتح 5 بيبان والله حرام عليك يا طلال بين ممكن اطرد لك الشخصيات كلها لا 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 تسرد الله يجزاك خير يا طلال انا قلت لك قويه متحديه قالوا لك 7 بيبان و5 بيبان يحب التمرين شكرا لدعمك تقدر تعطي حرام والله باقي يقول اسمه طيب لا هذه من ترى والله ممكن لو اني فاتح البث اشوف اشياء ممكن شوف مدرب ولا هم مدرب جلو لاخذ شاور يشبهه كمان طلوا هذا اخر شيء قال جاي مبتر جاي عدل قال لك الباب مفتوح وسبع بوابات وخمس بوابات من وصف جلو لاخذ شاور بعد طيب اللعبة الثانية تلعبها مع مين؟ زعزع يلا انت يا طلال تختار شخصية وزعزع راح يسألك وزعزع راح يسألك عشان يصيد الشخصية اللي انت اخترتها يلا وانا ببدأ التايمر عشان اخلط زعزع طيب. مش سنين لا ما هو شونين سرقرنا العدو سنين ايه طيب يعني بيصير في شوجو في كودم وفي ذا قال اوكي انا هرج اوكي طيب طيب بطل لا من انمي بيرزيرك لا طيب بستخدم حق الجن الازرق هل تملك الشخصيه شعر ازرق
لا 30 ثانية زعزع يا أخي عمل سنن عنده سيف لا إيه عنده سيف كل أعمال السنن يا أخي دعوة طيب يوقف المخ يلا فيت زيرو صح؟ منين فيت زيرو؟ لا عشان طيب بقى زعزع بصرق من الشات أشيلة لا اشو انا مبهور اكسر قرنك يا كيوي ما خلاص يعني ما الوقت احنا بنعرف دقيقه احنا راح نعرف اذا اختياره صعب ولا سهل شنو اختيارك يا طلال ايرون سميث الله هو شو رجال رجال يا قلبي شنن مو سنن كنت شنن اخذ ضغط زعزع لا لا تاخذ زعزع ناخذ زعزع وناخذ طلال مره يا جماعه اتاك شنن مع الأسف يا لا يلا يلا يا طلال شوفني لا قال شنو يقول أروان يعطيك العافية طلال وامتعتنا والله استمتعنا معك وأهم شيء أنت استمتعت لا أبدا مستمتع الله يعطيكم العافية الله يعافيك حياك يا رب يا مرحبا يا مسلا يلا الثاني أبو سلم لم أبو سلم لم السؤال الأول ايش افضل انمي بالنسبه لك والله شوف انا عندي انميين هنا التوب بالنسبه لي كونن وبلي والله وحش يا بيبي يا والله اسمه واحد واحد بينهم واحد واحد منهم والله شوف لو حديت على واحد بختار كونن يا بعد والله انك اسطوري طيب اي لعبه كلمتين ولا جني الازرق لا بختار الثاني جني الازرق جني الازرق اي وسلام يا شباب واحد واحد منكم له انتو طيب انا بصعب يلا كاهو اي شخصها اي نيومان يقول لك نيومان يقول لك هذا الفيديو الوحيد اللي باليوتيوب بعد المونتاج بيطلع فيه تركي يلا واحد اثنين ثلاثة بديت بليتش لا كونان ايه ما تبعت كونان انت بدك تقول ناقص ما تبعت كونان يلا طيب طيب محقق محقق شلون والله يا سؤال محقق مع كونان مع ذولا مع وش ترى ما تبعت يقول لي شرطه يا جماعه خمسه من بعض خمسه من بعض ايه محقق يلا قتله طيب كونان نفسه بس الكبير وش اسمه سينشي لا 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 اجل وش اسمه ذاك اللي معه اللي كل شوي نايم كودو موري لا لا مو موري انت ما تبعته اجل زيرو من زيرو من زيرو اللي نزل الموسم الحين ما ادري اسمه زيرو ما تبعت كونان يا رب قبل كذا الوقت دقيقة أتقصد زيرو من بوربن؟ إيه بوربن إيه إذا تقصد بوربن صح أوكي لا 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 توقف عمي الوقت انتهى الوقت انتهى الوقت انتهى ترى قبل لا المونتاج قبل خلاص لا لا خلطكم كلكم المونتاج واضح هذا بالله السلك محتاج انه يقدم الدقيقه عشان يخسر هذا السلك ها ليش السلك ذا شفتوا يا عيال دائما ناجح محارب انا من يوم ما شفت ياسر يقول محقق يلاحق المجرمين اجل من يلاحق يلاحق بس سلام لنا من اللعبه الثانيه تبي تلعبها مع مين انا الصراحه بزعزع اوكي الله تعالى سياف وجميل اول واحد بجبل يا عزيز لا 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 هو قذلته لا مشكلة يداري تابع الدحمي والله مشكلة قلت ما ايه بسم الله الرحمن الرحيم والله كنت بقولها ما تبعت ما تبعت كنتوكي كنتوكي صح جميل لا هو ما تابع كنتوكي جميل جميل أترو ما عرف الله أترو لا ما أترو قصدك كاسترا قصدك كاسترا ما أدري كاسترا لا هي أنثى هذا المشكلة حسب كنت تعرق أنت ما يا الله كاغويا كاغورا كاغويا كاغورا يبقى أنت ما يلا يا جماعة الشات كله ما حد جابه زور سوكي يقولون سوكي إيه سوكي إيه سوكي والله كذا بعينك خلنا نسمع رأي أبو سلام لم إيش رأيك في اللعبة يا أبو سلام لم
اهم شيء استمتعت معنا. انا الصراحه والله استمتعت والله وتشرف والله بوجودي معكم والله. والله شرف لنا. اهم شيء انك دخلت مستمتع طلعت استمتاعك اكبر. اي والله نورتنا يا قلبي. ان الله. وحلو ان سمعنا صوتك وصوت المشاركين قبل. كان ودنا نطلع ومساعة يشاركون معنا. كان ممكن خدنا اكبر قدر ممكن من المشاركين لكن سبب ظروف ما قدروا يدخلون. اي احد عنده فكره عنده اضافه ابد التعليقات لكم والسلسله منكم واليكم. احنا مثل ما شفتوا اعطينا فكره بسيطه كمقدمه عشان نعلمكم فكره السلسله. من البث الجاي انت واصحاب السلسله انتوا بتعطونا الفقرات كل بث فقرتين والفقرات عليكم وراح نثبت التعليق راح ياخذ اكبر عدد لايكات عشان انتوا تشوفونها ممكن تسوون اضافات ناخذ التعليق مع الاضافات اللي تحتها. يعني شوفوا يا جماعه ترى نبي نثبت التعليق صاحب الفكره الاكثر لايكات والافكار الحلوه اللي بنعطيهم قلوب وذا عادي يعني ونرد عليهم ونسولف معهم اللي باليوتيوب. ترى البث مدته ساعه وربع او 17 دقيقه. اذا تبي تشوف الحشيشه اللي صار والهواش والضرب والضريب مع الشات تعالنا بتويتش. تبي تخش تعالنا بتويتش. في الختام قولوا معايا تروك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا تنسى الاشتراك قناه واللايك والشير ونشوفكم على خير.